وفي أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب عالميا متجهة صوب رابع انخفاض أسبوعي على التوالي بفعل ضغوط ناجمة عن ارتفاع الدولار وتوقعات برفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمعدل كبير. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.1% بلغ 1818 دولارا للأوقية. وعلى الصعيد المحلي استقرت أسعار الذهب ليسجل عيار 18 نحو 960 جنيها للجرام، وسجل عيار الذهب 21130 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1280 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 9040 جنيها.